كولر فاجئ الناس كلها في النادي الاهلي، قال لهم تعالوا بقى ايه قبل ما يسافر، وسافر سويسرا هيقعد اجازه 5 ايام ولا 7 ايام حاجه كده يعني، والفرقه واخده 5 ايام اجازه، هترجع يوم الاحد الجاي من النهارده. والزمالك على فكره فيريرا برضو احنا عندنا خبر موجود ان ادى للزمالك برضو فرقه الكوره عنده اجازه 4 ايام، ودي في فتره الراحه دي يعني اللاعبين ممكن يبقوا محتاجين اجازه او راحه سلبيه يعني، مع الالتزام ببعض الحاجات يعملوها في بيوتهم. كولر فاجئ الناس قبل ما يسافر على قصه كهربا، وقال لهم تعالوا بقى انا عايز اسال سؤال، انا هعتمد على كهربا ولا مش هعتمد على كهربا؟ يعني انا عمال امرنه واجهزه واللعيب جاهز وبقى 10 على 10 تمام. كولر يستعجل الإدارة لحسم أزمة كهرباء، لكن هل أنا قريب أحطه في حساباتي ولا مش أحطه في حساباتي؟ وطلب من الإدارة إنهاء الأزمة دي بأي شكل، تعتبره لعيب جديد، تعتبره لعيب معرفش إيه، تحط الفلوس عليه، تساعدوه بأي شكل إن كان، هو ملوش علاقة بالتفاصيل، لكن هو بيجهزه وشايف إنه هيبقى عنصر فاعل معاه، فلو سمحته أنا محتاجه كجناح للفريق في ظل الشغل اللي جاي الفترة الجاية، فخلصوا الأزمة بتاعته دي، والمفترض إن خلال شهر نوفمبر ده الأهلي هيخلص القصة دي إيجاباً أو سلباً. بس لأن المعلومات اللي عندي إنها تخلص بسداد الغرامة خلال هذا الشهر. أنا معايا على الهاتف الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق. كابتن أسامة مساء الفل. مساء الفل يا أستاذ محمد، أهلاً وسهلاً بيك والسادة المشاهدين. الاول قصه كهربا درجه يعني بعيد عن تفاصيلها يعني والفلوس والكلام ده كله كلام خاص بالاداره يعني، لكن انت شايف الاستفاده الفنيه للاهلي دلوقتي في ظل النتائج اللي حصلت في ال6 ماتشات اللي فاتوا، او في ظل استقرار التشكيل اللي عامله كولر، هل الاهلي في احتياج فني حقيقي لكهربا دلوقتي، ولا ممكن يعني تبقى المسألة حتى لو طال الوقت شوية ما فيش مشكلة بالنسبة للجهاز الفني، خصوصا بعد ما عرفنا ان كولر طالب انهاء الأزمة يعني؟ اولا كهربا من اللعيبة المهريين اللي في مصر في المكان الجناح بالذات، وكمان احيانا بيلعب في مركز راس الحربة، ومن الهدافين يعني، من الأجنحة اللي بتعرف تجيب اهداف يعني، غير يعني في ناس بتلعب في مكان الجناح وتلاقيه ما بيعرفش يحرز اهداف او يلعب على المرمى. فهو لعيب مهم، وطبعا كان معانا في المنتخب الاولمبي اللي هو من 2013 2015، ويمكن انا قبل حتى ما يروح الزمالك كنت بتكلم عليه في النادي الاهلي انه يجي النادي الاهلي يعني، ولكن ما حصلش نصيب، وبعد كده انتقل لنادي الزمالك، وبعد كده اخيرا جه النادي الاهلي. ففي جزء من حيث المهاره والامكانيات الفنيه فهو مفيد طبعا، ولكن هو برضو عليه عامل كبير كهربا نفسه، ان يبقى مركز جدا، ان يبقى مهتم جدا، ان يبقى يعني ايجابي جدا، كل الامور دي في ايده هو يعني، بعيدا عن الامكانيات الفنيه اللي هو يملكها، فهو عليه دور كبير جدا، ودليل انه مستر كولر بيقول الكلام ده، ان هو بيجهزه، ان هو شايف ان هو كويس وكده. اما فيما بقى يخص الاداره وموضوع الغرامه والكلام ده، انا ما اقدرش يعني، مش بتاعتي وانا مش في الاحداث دي، الاداره هي اللي تقدر تقرر. لا هو ده موضوع خاص بالاداره، والاداره بما انها ايدته تبقى بونس انها ايدته يا كابتن في القايمه السنه دي، فخلاص هي متفقه معايا كده على حل الموضوع. ما انا بقول لك عشان كده دي دي بقى خاصه بيهم، هم يقدروا يقرروا فيها، لكن زي ما قلت هو الموضوع يعني ما حدش هيقدر يتكلم على فنيات كهرباء، هو يملك كل الفنيات اللي تقدر يفيد بيها النادي الاهلي، وبالذات في النادي الاهلي في الاجنحه كان محتاج لعيبه، ومن الذكاء بتاع كولر برضو انه ابتدى يلعب كريم فؤاد في مكان الجناح، واثبت كفاءه في الفتره الاخيره، وابتدى حتى يلعب على المرمى، وشفنا اخر ماتش جاب جونين وليه جون اتلغى، يعني ابتدى يبقى حيوي كمان، بس مش طب كابتن اسامه بمناسبه الكلام، النادي الاهلي كان محتاج اجنحه يعني. وهو الراجل بيحاول ان هو يعني لما اظهر كريم فؤاد بيحاول يحل المشاكل بتاعه الطرفين دي، خصوصا مع ايقاف طاهر والكلام ده، فحس ان هو محتاج يعمل بدائل يعني. لا اصل هو مش عشان ايقاف طاهر بس، هو خلي بالك النادي الاهلي
بيلعب في بطولات كتير مسابقات طويله وطبعا قوي، بطولات كتير، وانت طبعا اديك شايف ان بعض اللعيبه بيجيلها اصابات اصابات وحواديت وكده، وفي ناس بتروح المنتخب ممكن حد يتصاب، فانت المشوار طويل يعني، فانت بتبقى ليك محتاج تعليق عدد على يعني. تصريح كولر اللي كان قاله في المؤتمر اللي فات واغضب الناس في الاهلي لما قال ان انا بتتكلموا عن كريم فؤاد ده انا ضميته والاهلي غير مقتنع بيه، جاي تتكلموا دلوقتي لما تألق مع الاهلي، ليك تعليق على التصريح ده؟ فيتوريا اسف مش كولر، فيتوريا 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 قال كده يعني؟ اه لا ماليش تعقيب، هو وجهة نظر منه، اصل خلي بالك ممكن في الفترة دي ما كنش محتاج اللاعب في الفترة دي، لكن ممكن بعد شهر او شهرين تلاقي اللاعب موجود ويبقى اساسي، ودي مش في المنتخب بس، ده في الاندية كده وفي المنتخب كده يعني. لا اقصد حتى اقحام اسم النادي في رد على اي سؤال خاص باستبعاد او ضم لعيب. لا طبعا هو مش مفروض يقحم اسم النادي يعني، ويكون اذكى من كده يعني، لكن طبيعي انت اي منتخب في العالم او حتى في الاندية الصحفيين مثلا او النقاد يعني او الاستديوهات التحليلية او حتى الجماهير بيبقى ليها تساؤلات يعني، مهما كان حجم المنتخب او المدير الفني، فطبيعي في العالم كله. انت دلوقتي لما مثلا منتخب البرازيل بيختار القائمة بتاعته او منتخب المانيا عمر الكاس، خد بالك فيرمينيو مش موجود ومتضايق جدا، فيرمينيو مثلا مش موجود، ممكن هتلاقي بعض الصحفيين في مؤتمر مثلا مع المدير الفني هيكلموه على فيرمينيو، او بعض الجماهير تتساءل، فمفروض ان المدير الفني يبقى عنده سعة صدر في الموضوع دوت، لانه في وجهات نظر مختلفة، وزي ما هو بيضم اللي هو عايزه لان هو اللي في الاخر بيتحاسب، لكن برضه من حق الفنيين او الصحفيين او بتاع بيبقى ليهم بعض التساؤلات. وعلى فكرة احيانا كتيرة او يعني سواء كتيرة او قليلة في بعض الاحيان بتبقى وجهة النظر سليمة، وفي مديرين فنيين بيغيروا وجهة نظرهم في لعيبة خدوهم مثلا الناس ما تبقاش راضية عنهم، او لعيبة استبعدوهم ومع الوقت بيتلوم ان دولت كفء وان هم جديرين سواء للمنتخب او للانديه بتاعتهم يعني. تمام. فهتفضل كره القدم فيها وجهات نظر، وهيفضل اي اختيار لاي مدير فني هو فكره يا كابتن، فكره انه ياسر ابراهيم عنده اجهاد وهو لعب ماتش واحد يمكن في الثلاث شهور اللي فاتوا دول كلهم. بعض الناس مش مقتنعه بالمبرر. لا ليه؟ لا ما من اصل خلي بالك ما فيش شك انه كتر اللعب وعدم الراحات بيعمل اصابات، لكن ممكن جدا واحد يكون ما لعبش فتره طويله ويجيله اصابه او يحصل تعب في العضله بشكل معين. خلي بالك بعيد عن موضوع ياسر يعني، في نقطة خطيرة جدا، خلي بالك المديرين الفنيين بيشتغلوا كتير جدا واجهزتهم يعني في الناحية البدنية والناحية الفنية مع اللعيبة، واحيانا اللعيب ما بيحافظش على نفسه مثلا بقلة النوم بعدم الاكل التغذية، دي حقيقة، فممكن يجهد او يصاب ويكون المدير الفني او الجهاز كله سواء بتاع التغذيه سواء بتاع الاحمال بتاع بس هو المتبع او الادق انه اللعيب لما بيريح ويرجع مفترض بيبقى فايق، ده الطبيعي مش كده؟ ما هو ده الطبيعي ان اللعيب لما بيلعب فتره بيبقى محتاج جهازه العصبي وجسمه والعضلات ومتمرن النهارده بدنيا وبتاع بي 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 بيرتاح عشان يعمل مجهود تاني، زي مكنة لما بتشتغل كتير بتسخن شوية بتيجي فترة بترتاح بتنتج تاني، ممكن لو قعدت تشتغل فيها بتتحرق مثلا. فهو برضه اللعيب كده لأنه بني آدم من أعصاب ومن عضلات ومن بتاع، فبيحتاج وقت معين لازم ياخد فيه راحة، فدي الراحة. ولو عندنا يا شباب واحنا بنتكلم في تدريبات الأهلي النهارده ياسر إبراهيم هاتوها لي. تمام. لأن هو كان بيتمرن النهارده حتى في تدريب الأهلي كان موجود. اصل خلي بالك انا ممكن اعمل تدريبات مخففه للاعب يكون شاعر بالاجهاد، بقلل الاحمال عليه عشان العضله يعني ترتاح وترجع لطبيعتها. ممكن جدا لو زودت الحمل بدرجه معينه وفي تنافس جامد وكده
ويكون هو بس مجرد شعر بإجهاد العضلة تتصاب يعني يعني توصل بقى لمرحلة الإصابة. فهو الـ 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 الشعور بالإجهاد أو بتاع دي إلى المرحلة اللي قبل الإصابة اللي هي مرحلة إن أنا حتى شايف الأفضل الأفضل تبقى بعيد عن المجهود العنيف بس كده. فالافضل ان انا اريح تمام. وبعدين وبعدين معلش يعني مع احترامي يعني والنادي الاهلي هيعمل ايه؟ ده بالعكس مصلحته ومصلحه لعيبته انها تبقى في المنتخب وتمثل المنتخب واللعيبه تاخد ثقه في نفسها ويبقى لعيب دولي. انا بقول لحضرتك يعني ايه، انا بقول لك الانطباعات اللي بتتقال حوالين الموضوع ان الاهلي عنده عبد المنعم مصاب، فمحمود متولي كمان اتصاب، رامي ربيعه راجع من اصابه لسه بيؤهل، فالمركز ده في الاهلي بقى فيه مشكله.